من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قال دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بعضني زوفا فقلت له زك بالله يا أبته من الزوف فقال يا فاطمة إني إيتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في ليل تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام صلوات اللهم صل على محمد وعلى قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب هذي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وخاك تحت الكساء فدان الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله وتعزن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شعف يا أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب صلوات وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء
قال له عليك السلام يا أخي ووسي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا عبده يا رسول الله أتظن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى للسماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم رجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي يا سكان السماوات إني ما خلقت سماعا مبنية ولا أرض مدحية ولا قمر منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلوها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتظن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العلي الأعلى يقرأ السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماعا مبنية ولا أرض مدحية ولا قمر منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لعجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله اخبرني ما رأي جلوسنا هذا تحت الكساء من الفاضل عند الله. فقال النبي والذي باسن بالحق نبي مصطفان بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع مشيتنا ومحبينا إلا ونزلت لهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلي تفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فوزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي باسن بالحق نبي مصطفان بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فوزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.